مرحبا بكم مشاهدينا طلاب الصف الأول الثانوي وحلقة جديدة من مادة اللغة الألمانية. هنتناول فيها أحد الدروس المهمة جدا، وهي الأرتيكل أو الأداة التنكير الأين والأين، مع خبير المادة بوزارة التربية والتعليم دكتور أشرف سمير. برحب بحضرتك دكتور أشرف، أهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ ياسر. طبعا الدرس يعتبر من دروس النحو، يعني الجرامر. بالظبط. هنتكلم ان شاء الله في حلقه النهارده على دير ام بيستمتع ارتكل او اداه النكره. هنعرف بس في الاول ان احنا في اي كلمه في اللغه الالمانيه في عندنا حاجه اسمها دير بيستمتع ارتكل او اداه المعرفه، وفي حاجه اسمها دير ام بيستمتع ارتكل اداه النكره. هنبسط الدنيا شويه كده لاولادنا عشان الدنيا ما تتلخبطش معانا. زي ما انا عندي اداه معرفه في اللغه العربيه، عندي كلمه ال، فبقول الكتاب، الكراسه، احنا في عندنا ال شمسيه وال القمريه، وعندنا في الانجليش في عندنا اداه ال وهي هي كلمه واحده اللي ذا. هي كلمه ذا، لكن احنا في الالماني عندنا 3 ادوات معرفه، او عندي او وصلنا في الجنس الالماني كلمات ل3 حاجات. عندي طبعا ماسكولين، اللي هي الدار في الماسكولين، الدي في الماسكولين المؤنث، الكلمة والدي برضو في الجمع، والضاس في المحايد. جناو بالظبط. في عندي الكلمة المذكرة بيكون الأرتيكل بتاعها دير ودير معناها أل. الكلمة المؤنثة بقول الأرتيكل بتاعها بيكون دي ودي معناها أل، بس للكلمة الفيمينين المؤنثة. وعندي النويتخال الكلمة المحايدة بيكون الأرتيكل بتاعها دس. احنا طبعا هنا بنتكلم عن الاسماء فقط. احنا بنتكلم ما طبعا كلمة أل أو الأرتيكل مش هتتحط غير للاسم. عايز اقول الكتاب، الكراسة، التلميذ، الطالب، اي حاجة عايز اذكر فيها كلمة ال، فانا عندي 3 ادوات. عندي دير وداس، ودي دير للماسكولين وداس للنويتخال ودي للفيمينين. وناخد بالنا ان الكلمات في اللغات المختلفة بتاخد مثلا صفة معينة، يعني بتبقى مؤنث أو مذكر ملهاش علاقة بلغات أخرى، عشان ممكن تبقى كلمة مؤنثة في لغة ومذكرة في لغة اكيد أخرى. اكيد حتى كمان في حاجات عجيبة في اللغة الألمانية، زي مثلا كلمة آنسة المفترض إن هي تكون مثلا مؤنثة، لكنها كلمة بتاخد أداة محايدة، فأقول داس ميتشن مثلا. كنو. هو هي مش حاجه غريبه ولا حاجه، بس هي ليه؟ عشان الكلمه دي كلمه مصغره، يعني احنا المحايد في كلمات محايده من ضمنها الكلمات المصغره بتبقى كلمه محايده، بمعنى ان في كلمه فخاو، فخاو يعني مدام. الكلمه دي لو صغرتها حطيت لها، احنا بنصغر في اللغه الالمانيه بنحط شين او لاين، لو فراولاين. اتصغرت بقت فخولاين، في الحاله دي اصبحت كلمه مصغره والمصغر كله بيكون محايد. كلمه ميتشن برضو الكلمه دي كلمه مصغره، فكل الكلمات اللي فيها شين او فيها لاين بعتبر الكلمات دي كلمات كلها مصغره، وكل المصغر بيكون كلمات محايده. تمام. هو ايه بقى الادوات النكر؟ كويس، احنا بس بندي كده يعني مقدمه لموضوعنا، ان احنا في اداه المعرفه قال عايزين نقول اداه النكره. ايه اداه النكره؟ ان انا ما ينفعش اقول كلمه كتاب في الانجليش على سبيل المثال، ما ينفعش اقول كلمه بوك، لازم لازم اقول احط قبلها ابوك. ابوك، بحط قبلها كلمه ا او ان. طيب كلمه ا او ان ما لهاش ترجمه، لكن دي اداه نكره تتحط للكلمه عشان تبقى كلمه نكره. بتبقى معناها ان ده كتاب من كتاب ضمن الكتب. بالظبط، او ان ابل مثلا تبقى تفاح تفاح. بالظبط. فاحنا زي ما في عندنا ادوات نكره في الانجليش اي وان، احنا عندنا في الالماني في ادوات نكره. واحنا عندنا ادوات النكره عندنا ادتين اتنين، يا اما اين يا اينا. اين للكلمه الماسكولين الكلمه المذكره، والكلمه النوايت خال بيكون مكانهم او اداه النكره فيهم بيكون اين. اما الكلمه الفيمينين الكلمه المؤنثه اداه النكره منها بيكون اينا. واخد بالي ان في البلوغال في الجمع مفيش اداه نكره، هي زي الانجليش. لو يعني بصينا في الانجليش كده، لما اجي اقول كلمه كتب بوكس ما بحطش قبلها اداه نكره، لكن كتاب بقول اين ابوك. يعني انا بحط اداه نكره في المفرد اي او ان في الانجليش، احنا عندنا في الالماني عندنا اين واينا، والجمع ملوش اداه نكره لان اداه النكره بتشير ان دي حاجه مفرد زي ما حضرتك قلت بالظبط. يبقى الكلمه المذكره اي كلمه مذكره ولتكن تمام، لما اجي اجيب منها اداه نكره بتبقى اين مان، اين شولر تلميذ، اين ستودنت طالب، اين كوجل شرايبر قلم جاف. يبقى اي كلمه مذكره، اين فرويند صديق، اي كلمه مذكره بشيلها وبحط اداه النكره قبلها بتكون اين. طب الكلمات المحايده اللي هي الارتيكل بتاعها داس برضو برضو اداه اين. النكره اين، يعني كلمه عايز اقول سياره بقول اين اوتو، عايز اقول منزل بقول اين هاوس، عايز اقول
كتاب بقول ايم بوخ، يبقى اداه النكره للكلمه المذكره الماسكولين والكلمه النايتخال بيكون اين، اما الكلمه الفيمينين الكلمه المؤنث اداه النكره بتكون اينا. بمعنى لما اجي اقول مدرسه اين شوله، لما اجي اقول شنطه اين تاشه، لما اجي اقول طالبه او تلميذه اين شولرن او طالبه اين ستودنتن، يبقى الكلمات المذكره اداه النكره منها اين، الكلمات النويتخال بتكون اين، الكلمات الفيمين بتكون اينا، لكن في الجمع ما فيش اداه نكره. يعني اقول اطفال كيندر، عايز اقول كتب تبقى بيوشر، ما فيش اداه نكره قبلها. ده موضوع حلقه النهارده، ان عايز احط اداه نكره او اداه النكره هي بتكون اين او اين حسب الكلمه نفسها، وفي حاله الجمع ما فيش اداه نكره. الموضوع بسيط. بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه. انا عندي كل الهيصه دي كلها، عندنا حاجتين اتنين بس، اين واينه، والجمع ما فيش اداه نكره. بس انا لازم احفظ الكلمه واعرف الكلمه دي اذا كانت ماسكولين او كلمه فيمينين او وده كلمه يمكن اللي نويتخال، بيخلينا ان احنا لما نيجي ندرس الكلمة ندرسها بأداة بالارتيكل بتاعها. التعريف مش بأداة التنكير. بحفظ الكلمه بالاداه بتاعتها، او بعرف ان ده كلمه ماسكولين ولا كلمه نويتخال ولا كلمه فيمينين، بحيث ان انا بعد كده اقدر اتعامل مع نوع الكلمة نفسها، سواء حبيت أحط أداة معرفة، هتفيدنا في أداة دروس نكرة، نيجاتيون كتيرة في جدا. النفي، في كل شيء، في كل شيء. تمام، نبدأ بقى ناخد طيب بعض احنا الأمثلة. عاملين باور بوينت كده، وهنشوف مسميات الأشياء أو مسميات الكلمات نفسها، وأحط إزاي أداة نكرة، وإزاي لو حبيت أنفيها أنفيها إزاي. هنشوف مع بعض كده الباور بوينت اللي احنا محضرينه، وموضوعنا دي أم بيشتمت أرتكل أو أداة النكرة. وعندي في الماسكولين الكلمة المذكرة زي ما احنا شايفين كده بيكون أين أداة النكرة، الكلمة الفيمينين بيكون أينا، والكلمة النويتخال أداة النكرة أين، وفي حالة التوخال في الجمع مفيش أداة نكرة. ونشوف مع بعض كده أول سؤال، لما أجي أسأل عن أي اسم غير عاقل بسأل بفاس، فاسيستاس طبعا. فاس استاس ما هذا، وجيت سألت استاس أين لامبا، هل دي اباجوره يعني؟ بالظبط كلمة لامبا الكلمة دي أداتها دي. وخلينا نقول ان معظم الكلمات اللي اندت مت دي مايستن نوم او دي مايستن فيرتا دي مت اي اندن، معظم الكلمات اللي بتنتهي بحرف اي بتكون كلمات فيمينين. معظم الكلمات اللي فيها اي في الاخر، مش كلها، معظمها بتكون اداتها دي. عشان كده كلمه لامب كلمه فيمينين مؤنثه اداتها دي، فلما احط اداه نكره تبقى اينا. فاس اس داس اس داس اين لامب، يا داس اس اين لامب. Ist das eine Tomate؟ وطبعا احنا هنربط الكلمات بتاعتنا بتاعت الدرس. eine Tomate كلمة Tomate endet mit E، واحنا قلنا معظم الكلمات اللي فيها E في النهاية بيكون أداتها دي، بيكون كلمات مؤنثة. هل هذه eine Tomate، طماطماية؟ Ja, das ist eine Tomate. Ja, das ist eine Tomate. Ist das ein Kuchen؟ وكلمة كوخن من الكلمات اللي احنا اخدناها في الحلقة السابقة، كلمة كوخن يعني كيك. يا ترى ده كيك؟ انا عايز انفي بقى. او دي كيكة بقى. ناين داس است كاين كوخن. واخد بالي بقى، احنا خلينا كاين نقول ايه كاين دي هنا النيجاتيون النفي، ان انا عندي الكلمة الارتيكل بتاعها اين بنفيها تبقى كاين، يعني ده مش كذا. مش كذا. وكاين وكاين انا بنفي بيها الاسماء، يعني يجي بعدها اسم. زي ما انا قلت انا حطيت اين واين للاسماء، انا كاين وكان في وكاين بنفي بيها طيب الاسماء. هل كاين بقى لما تبقى مع مؤنث هتبقى كاينة؟ كناو كاين للمؤنث والجمع. يبقى زي ما حطيت اين واين مع الاسماء، انا كاين وكاين بحطها مع الاسماء، بس دي انا بنفي بيها. لو قلت كتاب بقول اين بوخ، طب عايز اقول ده مش كتاب، يبقى ده سيست بس ist كاين كاين بوخ كاين بوخ. Das ist ein Auto، aber das ist kein Auto. يبقى ein Auto نفيها kein Auto. لو كان كلمة أداتها دي eine Schule نفيها keine Schule. اوكي. فهنا في الجملة بتاعتنا ist das ein Kuchen؟ Nein, das ist kein Kuchen. Ist das eine Gurke؟ وكلمة Gurke يعني خيار. هي دي خيارية؟ فعايز أنفي طبعا، لا أكيد ده مش خيار. يبقى das ist؟ Nein, das ist eine هنفيها تبقى؟ keine Gurke. دي مش خيار، لكن das ist eine Banane أو das sind Bananen. جمع. Ist das eine Birne؟ وكلمة Birne يعني كمثرى. Ist das eine Birne؟ Ja, das ist eine Birne. Ja, das ist eine Birne.
Ist das ein Apfel? احنا نهم في بقى. Nein. يبقى nein, das ist, وأين Kein. أبفل تتنفي Kein. تبقى kein Apfel. Ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel. Sind das Brötchen? هو ده عيش. وكلمة Brötchen خبز وجماعها دي Brötchen زي ما هي. Sind das Brötchen? طبعا nein, das sind keine Brötchen. دول مش Brötchen. هنا كلمة Brötchen خبز بجمعه العيش الكايزر صغير ده لو جمعته بروتشن جماعة بروتشن زي ما هي. فلو طبعا جيت بيبقى فيها كلمة بروت. انا عندي كلمة بروت اللي هو الخبز، لكن كلمة بروتشن اللي هو العيش الصغير العيش الكايزر. يا ترى زين داس اير، وكلمة اير يعني البيت. بيض، فعايز انفي لا ده مش بيض، يبقى ده زند كاينة اير. وطبعا انا هنا خدت فيرب زند لان الكلمة دي مش مفرد، ان انا طبعا لو كلمة مفردة بقول اس داس. Ist das ein Buch? Ist das eine Banane? Ist das ein Apfel? لكن لو جيت قلت تفاح يبقى بقول sind das Äpfel. Sind das Bananen؟ لأن هنا جمع، احنا هنا بنتكلم عن جمع. جمع. فأنا بقول هي دي أير، دول بيض. Nein, das sind keine Eier. وطبعا الكلمة الجمع أن فيها برضو بي keine. شوف بعض الجملة التالية. Ist das eine Tomate؟ يا ترى دي طماطماية؟ عايز فيها nein, das ist keine Tomate. لا دي مش طماطماية. يبقى eine اتنفت بقت keine Tomate. نشوف مع بعض الجملة دي. Sind das Bohnen؟ وطبعا كلمة Bohnen، Bohnen بتقال على الفول أو البقوليات، دي اسمها Bohnen. الكلمة دي جمع. أخد بالي إيه الشرطة الصغيرة اللي حطيناها دي؟ أنا عايز أقول بس إن إحنا طبعا في شرطة بتتحط، لكن إحنا حطينا بس كده عشان نقول ان الجمع ما بيتحطلوش اداه نكره. يعني عايز اقول كتب بقول بيشر، ما فيش اداه نكره اصلا بتتحط. يبقى لما اجي انفيها ما فيش اداه نكره لكن في نفي. Nein, das sind keine Bohnen. Nein, das sind keine Bohnen. Das sind Brötchen. واخد بالي ان هنا Brötchen برضو ما حطيتش اداه نكره. طبعا احنا حاطين بس شرطه عشان انتوا تاو او تاخدوا بالكم ان ما فيش اداه نكره بتتحط، لكن طبعا في الجمله ما بيبقاش فيها، ما فيش شرط هنكتبها ولا حاجة. أنا عايز أقول بس إن الجمع ما بيتحطلوش أداة نكرة. نشوف الجملة بعد كده. Ist das eine Bratwurst؟ Ist das eine Bratwurst؟ طبعا عايز فيها eine تتنفي تبقى keine Bratwurst. يبقى الكلمة الفيمينين بن فيها ب keine. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه اتفضل. دلوقتي، مثلا هيبقى ايه الفرق بين ان انا اقول هل دي تفاحه وان انا اقول هل ده تفاح؟ في السؤال لما اجي اسال، انا طبعا هنا تصريف الفعل هيختلف. لما اجي اقول از داس اين ابفل، هو ده تفاح، دي تفاحه، يبقى انا هصرف فعل زين مع كلمه اين ابفل. ابفل اقصد هل ده تفاح وهل ده التفاح مثلا. كويس. لما اجي اقول انا بتكلم على حاجه معينه، لما اجي اقول زين داس دي ابفل، هو ده التفاح، يبقى انا اذا انا بتكلم على حاجه معرفه. انت اشتريت تفاح معين وجيت جبته وحطيته في اي مكان. زين داس دي ابفل اللي انت اشتريتها بالفعل، دي دو شون gekauft hast، هي دي التفاح اللي انت اشتريتها بالفعل. لما اذكر اداه المعرفه يبقى انا حددت الحاجه. هو ده التفاح اللي انت اشتريته، هو ده التفاح اللي انت بتتكلم عنه، هو ده التفاح اللي كان سعره يبقى غالي. الفرق بينه وبين ما اقول هل ده تفاح؟ كويس. يبقى انا هنا، انا هنا بسال از داس. انا لما بيبقى اجي، نفس الصيغة. لا في فرق ما بين الاثنين. ايه الفرق في المعنى ما بين الاثنين؟ لما اجي اسال زين داس ابفل، ده تفاح، انا مش عارف الكلمه دي بتتسمى ازاي. خليني اقول احنا ممكن نتلخبط ما بين، او طبعا الطلبه مش حافظين كل الكلمات، فانا عايز اسال يا ترى ده اسمه تفاح ولا اسمه ولا اسمه ايه؟ بالظبط. فانا بسال sind das Äpfel؟ ist das ein Apfel؟ هي دي تفاحه؟ nein, das ist kein Apfel. لا دي مش تفاحه، دي على سبيل المثال مثلا. لا das ist eine Orange. لا دي اسمها برتقاله، دي بس ما هيش تفاحه. زي انت مثلا بتيجي تسالني الكلمه دي ايه؟ يا ترى الكلمه دي اسمها كذا؟ لا دي مش اسمها كذا. Nein, das ist keine, das ist kein Apfel, das ist eine Orange. لكن لو حطيت أداة المعرفة يبقى أنا بتكلم على حاجة بعينها، حاجة معروفة إحنا ذكرناها وكلمنا عنها. أنت هتقولي أنت اشتريت تفاح مثلا، فبقول sind das die Äpfel، هو ده التفاح اللي أنت اشتريته؟ أنت بتتكلم على تفاح كان طعمه مش حلو. لما أجي أسأل أداة المعرفة يبقى أنا بتكلم على حاجة
محددة معرفة احنا ذكرت قبل كده، لكن أداة نكرة أنا بتكلم بصفة عامة. يا ترى اللي معاك ده إز ده أي بوخ ولا ده كتاب ولا اسمه كراسة ولا اسمه بلوك نوت ولا اسمه إيه؟ يعني أنا مش عارف ده اسمه إيه، فأنا عشان كده بسأل هل القلم اللي في حضرتك ده إز ده أين كولي ولا إز ده أين كوغلي شرايبر ولا إز ده أين بلايشتفت، ده قلم رصاص ولا قلم جاف ولا إيه؟ يبقى أنا بسأل لما أجي أحط أداة نكرة أنا بسأل على مسميات الأشياء. تمام. كذلك لما اجي اقول فعل ماشتن اقول ايش ماشت، مثلا ايش ماشت اين بوخ، انا عايز كتاب. هنا ما حددتش، لما جيت حطيت اداه نكره انا ما حددتش انا عايز اي كتاب، حد يديني كتاب. ايش أي ماشت اين كتاب؟ بوخ، عايز كتاب هبص فيه. لكن لما اجي اقول ايش ماشت داس بوخ، انا عايز الكتاب، يبقى انا بتكلم على حاجه معينه. الكتاب بتاعي انا نسيته عندك او انت استلفته استعارته، فاقول لك ايش ماشت داس بوخ، انا عايز الكتاب. يبقى احنا حاجة معرفة، انت عارف الحاجة اللي انا بتكلم عنها ايه. ده الفرق ما بين اداة النكرة واداة المعرفة. لما جيت حطيت اداة نكرة كده وقلت ايش ماشت اين بوخ، عايز كتاب، اي حد يديني كتاب. ايش ماشت اين بلايشتفت، عايز قلم رصاص، اي قلم رصاص. لكن لما اذكر اداة المعرفة يبقى انا بتكلم على حاجة معينة انت عارفها، انت اخدت الحاجه دي على سبيل المثال استعرتها وما رجعتهاش وانا محتاجها دلوقتي، يبقى لازم اذكر اداه المعرفه. تمام. نرجع للباوربوينت بتاعنا ونشوف الجمله اللي بعد كده. زنت داس اير، اير يعني بيت، وعشان كده انا خدت الفعل هيكون زنت. زنت داس اير عشان دول جمع. يا ترى ده بيت، طبعا احنا شايفين في الصوره ده مش بيت، يبقى انا عايز انفي، يبقى ناين داز ان ذا كاين اير، يبقى الكلمه الجامعه نفيتها بكاين، ده مش بيت. وعايز اقول ده مثلا الشوال اللي احنا شايفينه دوت ده بطاطس، يبقى داز ان ذا كاتوفن. وطبعا كاتوفن هنا جمع، مش هحط اداه نكره. ناين داز ان كاتوفن، طبعا الجمع ما بتحطلوش اداه نكره. يا ترى از داس اين كوخن، هو ده كيك. Ist das ein Kuchen? Ja, das ist ein Kuchen. Ayo, der Kek. Sind das Kartoffeln? هي دي كارتوفلن يعني بطاطس، كلمة دي جمع. Nein, das sind keine Kartoffeln. لا دي مش بطاطس. يبقى أنا حطيت هنا كلمة كاينة فوق، ما فيش أداة نكرة لأن الكلمة دي جمع، وفي النفي حطيت كاينة. أنا ما بحطش أداة نكرة لكن بنفي بكاينة. Ist das eine Tomate؟ يا ترى هي دي طماطماية؟ طبعا في الصورة واضح إن لأ. Das ist eine Erdbeere. فايز أم في؟ Nein, das ist keine Tomate. لأ دي مش طماطماية. Sind das Karotten؟ Sind das Karotten؟ طبعا عايز أم في؟ وطبعا هنا كلمة كاروتن مفيش أداة نكرة عشان الكلمة دي جمع. فنين das sind keine Karotten. Das هنا معناه هذا أو هذه، دي مش أداة. هنا كلمة داس معناها دي، ده اسم إشارة. زين داس نودل، هي دي نودل يعني مكرونة. هنا زند داس، داس دي مش أداة الكلمة لكن داس دي اسم إشارة. هل هذه نودل يعني مكرونة؟ عايز أجاوب يا دا زند نودل أو يا دا زند بومس. لا بومس لو كانت بومفريتس هنا هقول ناين، يا ده سنت نودل عادية. أيوة دي مكرونة، ده سنت نودل دي مكرونة. إز داس أين توات، عايز فيها؟ ناين داس إست كاين توات. إز داس أين توات، دي توات؟ ناين داس إست كاين توات. طيب تعال نشوف هنا واس إز داس. إز داس أين أبفل، هي دي تفاحة؟ لا احنا طبعا شايفين في الصورة دي مش تفاحة. Das ist kein Apfel. Nein, das ist kein Apfel. Das ist eine Orange. Das ist eine Orange, die Portokalaya. Nein, das ist kein Apfel. Das ist eine Orange. Hast du Freunde? عندك نسأل. أصدقاء؟ البنت دي عندك أصدقاء؟ فطبعا زي ما انتم شايفين حزينة هي ما عندهاش أصدقاء. فقالت Nein, ich habe keine Freunde. ما عنديش أصدقاء. Nein, ich habe keine Freunde. طبعا كلمة Freunde دي جمع، فعشان كده نفيت بكاينة.
sind das Bücher, هي دي كتب، لا دي مش كتب، nein das sind keine Bücher، لا دي مش كتب، دي كراسات، das sind fünf Hefte، دول fünf Hefte، دول خمس كراسات، das sind keine Bücher، دي مش كتب، das sind fünf Hefte. Trinkst du Cola؟ بتشرب بتشرب كولا؟ كولا؟ nein ich trinke keine Cola. أنا عايز أنفي كلمة كولا، كولا الأرتيكل بتاعها دي كلمة فيمينين. Nein, ich trinke keine Cola. أنا مش بشرب كولا. Oder nein, ich trinke Tee. طيب أنا مش عايز أقول لا أنا بشرب حاجة تانية. أنا بشرب حاجة تانية، أنا مش بشرب شاي، سوري أنا مش بشرب كولا، أنا بشرب تي كافيه، بشرب حاجة تانية. يبقى في الحالة دي حاجة من اتنين، يذكر نفس الاسم، وفي الحالة دي بنفي بكاين أو بكاينة، يا إما بغير الاسم أصلا وبحط الكلمة نفسها. في لغات أخرى زي مثلا اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية، هتلاقي دايما بيبقى فيه استخدام للزمن اسمه مضارع مستمر، بتتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي. في اللغة الألمانية بنستخدم المضارع العادي، مفيش البريزنس زمن بنستخدمه بس عشان يبين الحاجة دي بتحصل دلوقتي. هو الفعل، البريزنس بيعبر عن وقوع الحدث دلوقتي. يعني لما اجي اقول ايش ترينك ما هو كولا انا يبقى مثلا انا بشرب ممكن اقول دلوقتي. انا بشرب شاي، بتكلم عن دي عادة عندي ان انا بشرب شاي، اها هيها لما بقول ان انا بشرب شاي دلوقتي. اوكي اه احنا دلوقتي، وحتى احنا اولادنا ما عندناش دلوقتي غير زمن البريزنس، بس البريزنس بعبر عن وقوع الحدث دلوقتي. بالظبط. يعني لما اجي اقول احمد شبيلت فوسبال، احمد بيلعب كرة قدم، لو بصيت هتلاقيه بيلعب دلوقتي كرة قدم. لما اجي اقول وبرضه ايش معناه انه ماخد دي بيلعب هاوس، بشكل عام. اوكي ايش ماخد دي هاوس اوف جاب، ايش ماخ يتس دي هاوس اوف جاب، او ده يتس ماخ ايش دي هاوس اوف جاب، يبقى انا دلوقتي بعمل الواجب. يتس فاري ايش داس اوتو، او ده ايش فاري داس اوتو، يبقى انا بسوق ايه الفرق العربية. مثلا بين انا بروح المدرسة وانا رايح المدرسة؟ ايش جيت سو شولا، وانا رايح المدرسه ايش جيت سو شول، مورجان جي ايش سو شولا. لو انا حطيت ظرف على حسب زمان الموقف بقى. كويس، انا هنا هحط ظرف زمان. يعني لما اجي اقول جيتس جي ايش سو شولا، دلوقتي انا رايح المدرسه. طب انا بكره هروح لسه المدرسه، اغير ظرف الزمان، بدل ما جيتس واقول مورجان جي ايش سو شولا، ام ابن جي ايش انس كينو. لو جيت دلوقتي عايز اقول انا دلوقتي حالا رايح السينما، يبقى يتس كي ايش انس كينو، يتست. يتس كي ايش انس كينو. يبقى دلوقتي الحدث بيتم دلوقتي، لسه الحدث في المستقبل، يبقى في الحاله دي بحط ظرف زمان بيشير دي للمستقبل. طبعا ام حاجة ابنت أسهل في اللغة إنها بالظبط، تكون جاست انا جمله المضارع عندي في البريزنس واحط ظرف زمان. حتى احنا اولادنا لسه في البدايه كده، انا جمله عادي في البريزنس، عايز اقول دلوقتي انا رايح المدرسه، يبقى ايش كي يتس شولو. طب عايز اقول بكره انا رايح المدرسه، morgen gehe، او بكره مش رايح المدرسه، يبقى morgen gehe ich nicht zur Schule، يبقى بكره مش رايح المدرسه. هي الجمله في البريزنس، حط ظرف حتى في زمان، المستقبل كمان ممكن نستخدم المضارع استخدم المضارع واحط مع معاه ظرف ظرف زمان. زمان. لكن ده ما يمنعش ان احنا في عندنا زمن اسمه زمن الفتوة، بس ده لسه ما لسه يعني بعدين بقى. او مش مقرر على اولادنا اصلا. يعني في تمام. فتوة 1 وفي فتوة 2، في عندنا زمن المستقبل بس احنا مش مقرر في المرحلة بتاعتنا على اولادنا اصلا فيها. تمام نكمل. Trinkst du Cola؟ Nein, ich trinke keine Cola. أو Nein, ich trinke Tee. يقول نفس الكلمة وانفيها، يا إما غير الكلمة خالص. طيب إيست دو بيتزا؟ بتاكلي بيتزا؟ Nein, ich esse keine Pizza. زي احنا شايفين في الصورة، البنت دي بتاكل مكرونة أو نودل، يبقى قالت ich esse keine Pizza، لا مش هاكل بيتزا. Möchten Sie eine Banane؟ وكلمة بانانا يعني موزة، عايز موزة. Nein, ich möchte keine Banane. Nein, ich möchte keine Banane. Hast du Geschwister? عندك أشقاء؟ Nein. Ich habe leider keine Geschwister. Ich habe leider keine Geschwister. Hast du Geschwister? عندك أشقاء؟ Nein. ممكن أقول ich habe أو leider habe ich keine Geschwister. Leider habe ich keine Geschwister. للأسف ما عنديش أشقاء. Was ist das? Ist das eine Birne? يا ترى دي كمثرى؟ لا احنا شايفين دي شكل ايه؟ Nein, das ist eine Banane. Nein, das ist eine Banane. Trinkst du gern Milch? بتشربي لبن؟ شايفين البنت دي كارهة، لا مش عايزة تشرب اللبن، فقالت هنا بقى تحبي تشربي لبن. Trinkst du gern، بتحبي تشربي لبن؟
فقالت ناين ايش ترينك كاينه ميلش، لا انا ما بشربش اللبن. زي ما احنا شايفين كلمه ميلش هنا ما حطتش اداه نكره، هي لان ما الكلمات دي تجمعش كلمه لا تجمع او كلمه لا تعد، فما بقدرش احط فيها اداه نكره. يبقى احنا اخد بالي ان في كلمات بيتحط ليها اداه النكره، ودي الكلمات اللي هي السار رايش اللي بار، الكلمات ممكن نعدها. المعدوده. يعني كلمه اقول اين بوخ، اقول اين اوتو، اقول اين شوله، اين تاشو، لكن كلمه تي ما احطش دي اداه ممكن نكره. برضو نتكلم عنها في حلقة اكيد اكيد، مقدمة. بس انا اخد بالنا ان في الكلمات دي كلمات لا تعد، ما اقدرش اقول اين ميلش، ما اقدرش هما اقول اكيد اين عندهم تي. خلفية من دراستهم للغة الانجليزية برضو، عارفين يعني ايه كلمة ما بتجمعش، يعني الكلمات اللي ما ينفعش نعد، ما فكلمات لا ينفعش نقول تعد، واحد اتنين تلاتة منها. كلمات لا تمام، تعد. بشكرك في ختام الحلقة دكتور اشكرك، اشرف اشكرك يا سمير، فندم، اشكرك، شكرا جزيلا شكرا، لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، طلاب صف الاولى ثانوي، كنا معكم درس من دروس مادة اللغة الألمانية دويتش. إن شاء الله نشوفكم في حلقة أخرى من البرنامج. أوف ويدرزين.